أيوة أنا بلش بي. هلا حقيقة معهد الإعلام الأردني هو تجربة حقيقية لتشييد الصحافة بكل موضوعية وكثافية وفق قالب عملي وليس وفق قالب أكاديمي، ويمكن هذا هو ما يوقف يعني الصحفيين. هذا البرنامج الماجستير اللي بيطرحه معهد الإعلام الأردني بسنة دراسية واحدة، يمكن من أهم الأشياء اللي لاحظتها إنه بدعم التوجه العالمي اللي هو يسمى السولو جورناليست أو الوان مان شو، بمعنى إنه الصحفي يتوجه للميدان يجد قصته الصحفية من بعدها يقوم بالبحث عن مصادره، بعدين يبدأ بتوثيق ذلك فيديو وصور، ويقوم أيضا بالمونتاج، يقدم تقريره النهائي وفق يعني فقط بناء على صحفي واحد، وهو كمان التوجه اللي راح يخلي المؤسسات الصحفية في الخارج تدعم هذا الإنسان لأنه راح يوفر عليهم الناحية المالية. فقولي شوي عن رحلتكم على المريخ. كصحفيين ورحنا على المريخ غير إنه الإنسان بيطلع على ثقافة غيره ويبدأ بالمقارنة بين الثقافة اللي عايش فيها وأيضا ثقافة الآخرين. طبعا هاي مصيبة. كانت في زيارات التعرف على 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 المحطات المختلفة في دائرة الصحافة بالنرويج، يعني تم زيارة مثلا مثلا تعرفنا على بعض المحطات الموجودة في دائرة الصحافة الـNRK، رحنا على الجريدة النرويجية، شفنا نقابة الصحفيين أيضا الموجودة هناك، شفنا ناس متمرسين على العمل الراديو والدوكيومنتري، فبالتأكيد أضافت لأكيد الصحافة ضيفت خبرة يعني حقيقية، ولكن فرصة للتعرف على كيفية نمط أداء الصحافة في النرويج. قلنا شوي عن المعهد أحمد وعن تجربتك في المعهد. يعني يمكن هو زي ما أنا حكيت في البداية، يمكن كنا فاهمين إنه الصحافة هو واحد مجرد هو يتقن القراءة أمام التلفزيون أو الحوار أمام التلفزيون، إلا إنه بعض المضامين الأخرى اللي تنعكس على الأخلاق المهني وعلى ثقافة الإنسان وعلى تعاون مع تقنيات المهنة هو اللي بيعطي للمنضم أو للملتحق في المعهد فرشة إنه يدرك من خلالها حتى يواكب التطورات الموجودة على.